في القرن التاسع عشر كشف العالم الكيميائي هيرمان كولبي عن فكرة لتصنيع الكيمياء هدفها إيجاد منتجات جديدة عن طريق تفاعلات كيميائية وفيزيائية. وفي عام 1959 ألقى الفيزيائي ريتشارد فاينمان محاضرة بعنوان There is plenty of room at the bottom، قال فيها إن هناك طريقة أفضل مش فقط لابتكار منتجات جديدة بل لتغيير خصائص المنتجات الموجودة عن طريق معالجة ذرات العناصر اللي تشكل تلك المنتجات. كلام فاينمان ما حد اهتم فيه، ولكن بعد مرور 31 عام وتحديدا في عام 1990 تم إعادة تقديم كلامه في الحقل العلمي ليكون أساسا لصناعة جديدة نشوف منتجاتها حاليا في كل جوانب حياتنا، مثل صناعة البلاستيك والقماش والدواء وعلاج السرطان والأورام وأشياء كثيرة غيرها. هذه التقنية تسمى تكنولوجيا النانو. كثير ما نسمع كلمة نانو تكنولوجي، لكن شو يعني؟ خلي أرويكم. هذيلا ذرتين هيدروجين وهذه ذرة أكسجين، لما يكونون بروحهم يكونون هيدروجين وأكسجين، ولكن لما ندمجهم مع بعض شو يطلع عندنا؟ جزيء ماء، صح ولا لا؟ هذا الدرس من أبسط الدروس اللي أخذناها في المدرسة، لكن تغيير هذه الجزيئات بإضافة أو حذف شيء من مكوناتها يعطينا نتائج أخرى. هذا التغير في خصائص المادة وعلى هذا المستوى الدقيق جدا هو اللي يستخدمون العلماء في النانو تكنولوجي لتغيير خصائص المادة، مثل صناعة نظارات تقاوم الخدش، أو مثلا ملابس ما تتجعد، أو الكاميرات الرقمية. هذه السيارة لها شكل معين وأجزائها مرتبة بطريقة علشان تسير على الشارع، وتعرفون بأنها سيارة، صح ولا لا؟ لكن ماذا لو وضعنا لها أجنحة وغيرنا من خصائصها علشان تطير في الهواء؟ هل بقيت سيارة؟ طبعاً لا، صارت طائرة، أو ربما سيارة طائرة. يعني تغيير خصائص معينة يغير من استخدامات المنتج. هذا ما تقوم به تكنولوجيا النانو، ولكن على مقياس متناهي الصغر بحجم النانو. لكن السؤال هو، ما هو النانو؟ كل شيء فينا ومن حولنا مكون من ذرات، والذرات تتراوح حجمها من 0.1 إلى 0.5 نانومتر. النانومتر هو أحد أصغر وحدات القياس، ويشكل حجمه جزء من مليار جزء من المتر. بدأت فكرة النانو تكنولوجي سنة 1959، حتى قبل أن يظهر مسمى النانو، وهي الفكرة اللي طرحها الفيزيائي الأمريكي ريتشارد فاينمان الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء، وعنى بها التحكم في الذرات والجزيئات وتعديلها، ولكن في ذلك الزمن لم يوجد جهاز ليساعدهم على رؤية تلك الجسيمات الدقيقة. بقيت فكرة فاينمان طي الأوراق حتى عام 1981، لما قام العالمين اللي حصلوا على نوبل في الفيزياء لاحقاً، الألماني جيرد بينينغ والسويسري هنريك روهرا، قاما باختراع جهاز اسمه سكانينغ تانلينغ مايكروسكوب، أو جهاز المسح النفقي، لما كانوا في شركة IBM في زيورخ. هالجهاز يكبر الصورة 100 مليون مرة، تصوروا. ومكن العلماء أنهم يشوفون ذرات على سطح بعض المعادن لأول مرة، وكانت تلك الشرارة الأولى لانطلاق تكنولوجيا النانو. لكن تطبيقات النانو تكنولوجي موجودة منذ مئات السنين، والإنسان يستخدمها بدون ما يعرف. يعني مثلا كنائس العصور الوسطى في أوروبا المليئة بالنوافذ الملونة كانت إحدى تلك التطبيقات، فالصناع كانوا يضيفون الذهب والفضة في صناعة الزجاج ليمنحوه ألوانا مختلفة لم يعرفوها من قبل. هذا الكأس المسمى بلايكورغس كاب صنع في القرن الرابع الميلادي في روما. لو ندقق في لون الزجاج بنكتشف بأن غير مدهون بأي صبغ، ولكن إضافة جزيئات الذهب والفضة إلى الزجاج غيرت لونه بهذه الطريقة، إلا أنه لما يمر الضوء من خلاله يصير لونه أحمر. حد بيقول طيب شو الفائدة من النانو تكنولوجي؟ علشان مثلا نغير ألوان زجاج؟ لا طبعا، هناك استخدامات كثيرة. شوفوا حواليكم بتلقون الكثير من المنتجات اللي تم تطويرها باستخدام النانو تكنولوجي، مثل واقيات الشمس الشفافة، أو مثلاً الملابس اللي ما تتجعد، وهذه جميلة جداً. ما تسألتوا مرة وانتوا عند الخياط
ليش إن عند قطع ثياب ما تتجعد؟ هالملابس يستخدمون فيها الطريقة في التصنيع اسمها نانو فابريكيشن. شو يسوون فيها؟ يقومون بإزالة ذرات المادة الخام وإضافة ذرات جديدة للنسيج. فشو اللي يصير؟ فتتغير خصائصه، وبالتالي مش لا فقط ما يتجعد، أيضا ما يمتص السوائل كالشاي والقهوة. وهناك أيضا مستحضرات تجميل عميقة التأثير اللي تبقى لوقت طويل، البطاريات اللي صارت تشحن أسرع وأيضا تدوم أكثر، وكرات البولينج ومساطع التنس وأشياء كثيرة غيرها. في التاريخ الإسلامي اشتهر سيف صلاح الدين اللي جمع بين القوة العالية وخفة الوزن، واللي وصف بأنه سلاحه السري اللي هزم به الأعداء. لكن اكتشف قبل سنوات أن هذا السيف لم يكن سلاحا سريا، ولكن أثناء عملية تصنيع السيف كانت تنتج مادة نانوية تدخل في تكوينه. هالمادة تسمى كاربون نانو تيوبز. من خصائص هالمادة أنها كانت تمنح السيوف قوة لا مثيل لها دون أن تزيد من أوزانها. لكن بالتأكيد أن من صنع هذه السيوف ما كان يعرف عن شيء اسمه نانو تكنولوجي. وعلى ذكر التاريخ، فلقد كان للفضة دور استثنائي في مقاومة البكتيريا والفيروسات. حد يقول كيف فضة وبكتيريا؟ شو اللي حاصل؟ قديما في اليونان استخدمت جرار الفضة للحفاظ على المياه نقية، كما استخدم سكان أمريكا القطع النقدية الفضية لتعقيم الحليب خلال الحرب الأهلية. تصوروا. واليوم تصنع شركة سامسونج غسالات مجسيمات الفضة النانوية اللي ما تحتاج إلى ماء ساخن ولا حتى مبيضات عشان تنظف ملابس، الأمر اللي راح يوفر الطاقة والمال. هالغسالات تعتمد على قدرة جسيمات الفضة النانوية الاستثنائية على القضاء على الميكروبات والبكتيريا، مما يعني أن الناس بيقدرون أنهم يلبسوا ملابس داخلية لأسبوع كامل بدون ما تتوسخ ولا تكون فيها روائح كريهة. وباستخدام نفس التكنولوجيا صنعت سامسونج ثلاجات ومكيفات هواء بفلاتر تعتمد على جسيمات الفضة النانوية لكي تبقيها معقمة وخالية من الفيروسات والبكتيريا. كما صنعت شركة أخرى علب لتخزين الطعام باستخدام جسيمات الفضة النانوية، ووجدوا أنها تحافظ على الطعام لفترات أطول بكثير من العلب العادية اللي يمكن للبكتيريا والعفن أن يعيشوا فيها. أما في المجال الصحي، فتستخدم تقنية النانو في تشخيص وعلاج السرطان. فلقد توصل مجموعة من العلماء إلى اكتشاف مهم لمشكلة تشخيص المرض وعلاج المريض. فقاموا بحقن جزيئات الذهب أو جولد نانو شيلز في جسم المريض لتنطلق حتى تتجمع حول الورم، ثم يسلطون أشعة تحت الحمراء على الجسم بدون ما تضره طبعا، لكنها تحرق جزيئات الذهب هذه اللي تقوم بالتالي بالقضاء على الورم دون المساس بأنسجة الجسم السليمة. أيضا نجح العلماء في صنع شريحة تسمى ليكويد بايوبسي تشيب، أو شريحة الخزعة السائلة، بحيث لما يروح المريض للفحص عند الطبيب يأخذون عينة من دمه ثم يضعونها على هذه الشريحة اللي بعملية سريعة تقوم بالتقاط الحمض النووي DNA الخاص بالورم، ليتم تشخيص المريض بدقة والتأكد إن كان في جسمه ورم سرطاني أم لا مع تحديد نوعه. باستخدام هذا الاختراع الناتج عن تقنية النانو، لن يضطر المرضى للخضوع لعمليات الخزعة اللي تكون مؤلمة في بعض الحالات. مرضى الفشل الكلوي يعانون جدا عافاهم الله. تصوروا حد منهم مسكين يروح المستشفى مرتين وثلاث مرات في الأسبوع عشان يسووا له غسيل كلى. ولكن العلماء السنة الماضية اخترعوا فلتر نانوي يوضع في داخل الجسم. هذا الفلتر يقوم بتصفية الدم وطرد السموم منه وموازنة الأملاح في داخل الجسم. هالتقنية ما زالت في طور التجربة، ولكن هناك آلاف الناس من تقدموا لكي يتم تجربة هذا الفلتر عليهم. تصوروا الآن لو نجحت هذه التقنية، كم بتتغير حياة الناس اللي عندهم فشل كلوي. في جامعة تكساس يعمل مجموعة من الخبراء في الهندسة الطبية الحيوية اللي يسمونها Biochemical Engineering، يعملون على تطوير مواد نانو تعمل على تحفيز الخلايا الجذعية لتقوم بتشكيل عظام من جديد. هالتجارب لو نجحت فذلك يعني أن الأطباء
سيتمكنون من علاج الكسور الخطيرة اللي تصيب اللاعبين في الملاعب دائماً واللي تحتاج إلى فترة طويلة حتى تتعافى. لكن لا تنسون أن بعض الكسور ما تتعافى تماماً، شو اللي يصير؟ يخسر اللاعب حياته المهنية. أيضاً هذه التقنية راح تساهم في علاج الناس اللي ولدوا بإعاقات جسدية أو فيزيولوجية، مما يعني تغييراً كبيراً في مجال علاج الإعاقات الجسمانية. لكن السؤال هو، ما هي هذه المادة الساحرة؟ هذه المادة المستخدمة في بناء العظام عبارة عن جزيئات ثنائية الأبعاد تكون مدمجة مع مادة هلامية تعمل على تحفيز الأنسجة على النمو من خلال عمليات معقدة ودون الحاجة إلى استعمال هرمون النمو المستخدم في بعض العلاجات التقليدية. مشكلة هذا الهرمون أنه قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة لبعض الناس كتحفيز الخلايا السرطانية إلى جانب تكلفته العالية. أما باستخدام هذه المادة القائمة على تقنية النانو فقد يصبح الأمر بسيطاً في يوم من الأيام. كم واحد منكم طاح تلفونه وانكسر؟ أظن أغلبنا، صح ولا لا؟ ولهذا الآن الباحثين شغالين على إيجاد طريقة لحل هالمشكلة، مش السقوط بل مشكلة هشم الأجهزة اللي شكل السيليكون الهش جزء من مواد تصنيعها. بدأوا بتصنيع مادة مطاطة ووجدوا أنه لما يحطون طبقة رقيقة جداً من الذهب في المطاط تتحول طبقة الذهب إلى مادة غير قابلة للكسر. لما يكون الذهب رفيع جداً، يعني سمكه لا يتعدى عدد قليل من النانومترات، يشكل تصدعات. هذه التصدعات تسمح له بالتمدد دون أن ينكسر. يعني ذلك أنك راح تقدر تطوي هاتفك النقال وتلفه حول رسغك مثل الساعة دون أن يتأثر. هذه التقنية راح أيضاً تخلينا نصنع سيارات أكثر أماناً ومنازل أكثر متانة. العالم بدأ يتجه للطاقة النظيفة، والنانو تكنولوجي راح تساهم في حل الكثير من مشكلات الطاقة كالطاقة الشمسية مثلاً. هذا النوع من الطاقة النظيفة مشكلته أن صفائح الخلايا الشمسية المستخدمة اليوم اللي تصنع من شرائح كريستال وسيليكون رقيقة لا تمتص سوى 48% من طاقة الشمس اللي توصلها، إلى جانب طبعاً ارتفاع ثمنها. لكن باستخدام النانو تكنولوجي وجد العلماء من جامعة ستانفورد في عام 2008 أنه بدمج كريستال اللوائح الشمسية بجزيئات من النانو تسمى نانو وايرز ونانو كونز، ارتفعت كفاءة اللوائح وأصبحت تمتص 90% من الأشعة مقارنة باللوائح القديمة، هذا إلى جانب انخفاض ثمنها وسهولة تركيبها. هذه التكنولوجيا راح تساهم في حل المشكلة اللي تقف عائقاً كبيراً لاستخدام الطاقة المتجددة، وهي تخزين الطاقة، وخصوصاً في البلدان اللي تغيب عنهم الشمس لمدة طويلة. وفي الجانب الآخر يعمل الباحثون على تجربة لاستخدام نانو تكنولوجي لرفع كفاءة البطاريات، أي بطاريات الليثيوم، وإيجاد طريقة لزيادة سعة تخزين الطاقة. النانو تكنولوجي بتكون جزء من حياة كل إنسان فينا خلال 20 سنة القادمة، ورغم أهميتها وفوائدها لكننا ما ننكر المخاطر اللي تأتي بها كمشكلة مثلاً تلوث النانو. تعرفون ليش؟ لأن هذه الجزيئات الصغيرة المعدلة قد تنتشر في الهواء يمتصها الجلد، لكن ما ندري حتى الآن هل في ذلك ضرر صحي أم لا. وقد أيضا يتم تصميم سوبر كمبيوترز بحجم حشرات صغيرة تطير لكي تتجسس على الناس دون أن يشعروا بها. اللي نعرفه هو أن النانو تكنولوجي بتشكل أساس التطور التقني في مجالات الحياة المختلفة في السنوات القادمة، بتطلع لنا اختراعات كثيرة كنا نظن بأنها موجودة في أفلام السينما فقط. هي لحظة الكشف البعيد، بها تنكشف الطلاسم. هي لحظة الكشف البعيد.